هاي الفوبو fear of better options هو الخوف من تفويت الخيار الأفضل وبيتمثل بالتردد باتخاذ القرارات حتى لما تكون بسيطة مثل الاختيار بين أكثر من برنامج على التيفي أو أكثر من أكلة على العشاء وصولاً لقرارات أكبر مثل قبول وظيفة جديدة يما لا. مصدر الفوبو بالأساس هو الخوف من التخلي عن الخيار الثاني وبالتالي الندم فبيخلق حالة من التردد والتأجيل. بيواجه المصاب بهالرهاب خوف الخروج من علاقة مؤذية حتى إذا كان بيعرف إنها غير صحية. بيخاف كمان من التغيير وبيفضل تبقى الأمور مثل ما هي من ناحية نمط الحياة وجدول الأعمال والنشاطات، وعنده رغبة بالسيطرة الكاملة على حياته. بيخاف كثير من الفشل وممكن يفوت فرصة ذهبية بسبب خوفه من هالفشل. مين قال إنه هالخوف منه حالة طبيعية وبحاجة لمتابعة نفسية؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.